الحقيقة هو ليس مجددا عاد مجددا، ولكن هذه المنطقة التي تحدثت عنها في التقرير وهي منطقة السخني التابعة لمحافظة حمص وعلى الشرق الطريق الواصل بين حمص ودير الزور. هذه المنطقة ومنطقة الوعر، هذه منطقة كانت دائما منذ داعش، منذ احتلالها من قبل داعش تكرر الهجوم منذ عام 2017 على هذه المنطقة كما تعلم. فداعش منذ بالأول من أمس حاول الهجوم على بعض مواقع الجيش العربي السوري في تلك المنطقة وعلى المدنيين المقيمين فيها. هؤلاء الدواعش الحقيقة يعني يتلقون دعم من الأمريكان الموجودين في قاعدة تنف، يستثمروا بهذه المجاميع الإرهابية وهي عبارة عن عصابات وفلول لتنظيم داعش، بعد أن تم كما تعلم سحب تنظيمهم وخلافتهم المزعومة كانت أخذ معارك معهم في بلدة البغوز، فهرب قسم كبير منهم. وهناك من يتهم قوات أسد التي يعني منذ ثلاثة أيام يعني هرب عدد كبير من المسلحي داعش من مخيم الهول وغيره باتجاه. طيب سيد سهيل، ما الدلائل عن أن هروب هؤلاء العناصر من سجون قوات سوريا الديمقراطية هي من قامت بتنفيذ هذه الهجمات؟ لا لا لا، ليس كلهم، ولكن يوجد يعني بحسب المعطيات على الأرض هناك داعش. لم يكن هناك هروب جماعي أو يعني هروب أعداد كبيرة من سجون داعش، إنما كانت محاولات للهروب وتمت السيطرة عليها بحسب الأخبار المتداولة أو بحسب المعلومات. نعم نعم، هذا كل هذا بسبب الهجوم التركي، أو دعني أقول إدخال قوات أردوغان إلى المنطقة الشرقية أدت إلى كل مثل هذه الأعمال. وأنت تعلم أن يعني أردوغان والقوات الأمريكية يستثمرون بداعش، وتصريح البنتاغون منذ متكرر ومنذ يومين أيضا بأن قوات داعش سوف تعود إلى سوريا والعراق، ما هو إلا يعني هذا الهجوم إلا تكريسا لمثل هذه التصريحات. طيب سيد سهيل، بحسب معلومات المتوفرة لدينا كان هناك مظاهرات شعبية في منطقة تل أبيض المحتلة تندد بظهور عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في هذه المنطقة مجددا، يعني ألا يمكن القول بأن هذه المنطقة اليوم مع ظهور هؤلاء العناصر هي تشكل بؤرة لإحياء أو لبث الروح في هذا التنظيم برأيك؟ نعم برأيي نعم نعم، هناك محاولة لبث الروح في هذا التنظيم من قبل الأمريكان ويعني دعني أقول وعميلهم التركي أردوغان. طيب سيد سهيل، من الناحية الاستراتيجية يعني وكما تعلمون مدى أهمية السخنة فهي تشكل حلقة ربط بين محافظات ثلاث، هل ما زال داعش لديه القدرة على تنظيم صفوفه اليوم وشن هجمات كبيرة في مناطق مهمة واستراتيجية إلى هذا الحد؟ يعني اليوم نحن نتحدث عن 50 أو ما يفوق 50 قتيل من الجانبين. لا أعتقد أنه قادر على مثل هذه على هجمات كبيرة، ولكن يمكن أن ننفذ بعض العمليات المحدودة على شكل عصابات مدعومة ولها أهداف. تعرف أنت كما ذكرت هذه المنطقة منطقة حساسة وفيها منابع نفطية وغازية. يعني يقوم تقوم هذه المجموعات الصغيرة بدعم طبعا أمريكي أكيد من التنف، وتدرب في مخيم الركبان، تقوم بمثل هذه الأعمال لإعاقة يعني نمو دعني أقول الاقتصاد السوري والضغط على المواطن السوري في تلك المنطقة وفي عموم سوريا أصلا، لأن هذه الهجمات الغاية منها هي التخريب فقط وإشغال القوات السورية العاملة هناك. ولا أعتقد أن هناك هذه الخسائر التي ذكرتها إلا في صفوف الإرهابيين. نعم. العميد المتقاعد سهيل تلجال، الخبير العسكري والاستراتيجي والمحلل السياسي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من دمشق.